فاش كنا صغار تعلمنا كاملين واحد الحديث نبوي قصير ولكن بمعاني كبيره، من غشنا فليس منا. بيناتنا شكون باقي كيستحضر هذا الحديث في حياته اليوميه؟ حوادث النصب والاحتيال كثرات وبطرق مختلفه كنا كنشوفوها غير في الافلام. في المقابل ديال هذا الشيء كامل، المغاربه عندهم قيمه اخرى مهمه، المعقول. الغش ولا المعقول، مع من انت؟ مرحبا بكم فواش حنا وما حنا. الغش في القاموس هو نوع من انواع الخيانه، هو نخبيو العيب، نزوروا الحقيقه، نستعملوا ادوات غير قانونيه باش نقضيو اغراضنا. اليوم الغش حاضر في العديد من مظاهر الحياه اليوميه. الغش في الامتحانات، في المنتوجات الغذائيه، في الرياضه، في العمل، في المعاملات اليوميه. فواش حنا وما حنا بغينا نعرفوا رد فعل المغاربه تجاه حالات واضحه من الغش والنصب. الوجهه ديالنا الاولى هي هذا المحل التجاري. فريق العمل دخل ساعات قبل موعد الافتتاح الرسمي لتجهيز المكان بكاميرات متطوره واليات التقاط الصوت عن بعد. هشام كيتقمص دور الجزار، كيقترح على الزبناء ديالو استبدال الثمن الحقيقي للمشتريات ديالهم، كيتلاعب بالميزان وكيخرج ثمن اقل بكثير من الثمن الحقيقي. حاله غش واضحه خلقت ردات فعل متباينه. صافا كم اش غادي تزيد شي حاجه؟ لا سيدي، يلا دندي قرب عندي اصاحبي. شوف انت انا بنت ليا 57 درهم هنايا، كاين لك التيكي ديالها 10 دراهم، انت في لاكاس الدنيا هنايا يدوزوها لك صافي. ياك انت هاني يا صاحبي، دير لي التيكي ديالها. ها؟ علاش؟ لا نحيد لك هذه. ها؟ وندير لك ماشي ندير لك خليني خليني لك 57 غندير لك شي ثمن. واش من ناخذوش؟ لا، الدنيا اللي شي حاجه تحكموا في الميزان. عندك 57 درهم؟ لا بنت لي قاصحه لك اصحيب، باقي صغير انا ما بغيتش تعلم. 57 درهم ديالها خليك. واش تهاني يا صاحبي؟ واخا ماشي مشكل، خليك. واه المهم اللي بغيتي، اللي بان لك. انا بغيت ندير لك التيكيت زعما ديال عندك هنايا، ندير لك 9 درهم. الدنيا هانيه وسير توكل على الله، سير كل الوالده وهادي وهادي وبقى لك الصرف باش تحرك. واش فهمتيني دابا؟ راه صوب لك. راه رغم اصرار الجزار، هاد الشاب رفض العرض وقال صراحه انه ما باغيش يتعلم الغش. اجل شري انت، انا بنت لي هنا 30 درهم، انا غادي ندير لك التيكي غير ديال شي حاجه اقل من هذه صافي. الا ما تخلص هاد التيكي هذا ديال 30 درهم ماشي مشكل. انا ماشي مشكل. لا ماشي مشكل. ها؟ لا لا صاحبي، الدنيا هانية، ما كنتيش تدي تقول مع الوليدات ومع الناس والدار. حنا اللي شتي هذا الميزان، حنا اللي كنتكلفوا به. لا والو. ها؟ والو. بصح واش هذا هو العبار ديالو؟ هذا هو العبار، ولكن انا ندير لك كنهضرش. انا على هذا الشيء كنهضر، علاش باغي ناكل انا؟ اسمح لي. ايه ديه وغير مستمر غتخلص قل منه. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله، الله يرحمك الوالدين. ما فهمتينيش بغيت نقول لك. صافي هانية. انا هوك عايش. مرحبا. الضرب ديال عباد الله، ديال الخدمة ديال عباد الله كاملين. مرحبا حبيبي. شي مساعدة ولا شي حاجة؟ أنا مرحبا. ما كاين حتى شي مشكل، الله يحفظك يا حبيبي. دوزنا ما تبارك الله، دوزنا خيرنا، دوزنا مزايدنا. أنا غير بغيتك باش تمشي أنت وتاكل وليدات وفقا لي. شريف لاباس عليك؟ أهلا. السلام عليكم. صحة لاباس؟ كدير؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. بغيت غير نقول لك حنا راه في برنامج واش حنا وما حنا. إيه. وهذيك الحالة اللي عشتي مع الجزار ماشي حقيقية. سيد ممثل معنا. إيه نعم. وحنا درنا هذيك الحاله باش كنشوفوا ردات الفعل ديال الناس كيفاش كيفاش دايره. انت تبارك الله عليك يعني ما قبلتيش ذاك العرض ديالك. لا ما نقبلوش، حنا ما كبرناش في هذا الشيء. نعم. حنا دابا والدينا تمام. اش غادي نقول لك؟ خاصني نشرحها لك بواحد لو طون اللي هو غادي نعطي لك قليله. شوف حنا تعيش على قدك تعيش بخير. انا خليني نعيش بهذه الطريقه هذه، باغي نعيش حر مزيان قانع بداك الشيء اللي عطاني الله، ما بغيش زياده. واش حنا كنغشوا في تعاملنا؟ هاد القضيه ديال الغشان ولات عندنا هاد الظاهره هادي. علاش نظرك؟ هو نظر القناعه، القناعه ما بقاتش. القناعه ما بقاتش، الانسان يمكن يبيع الشرف ديالو، هادي ما كانتش. شوف الحاج، انا عندي هنايا عندك فيها 125 درهم ياك؟ انا غنحيد لك هاد 125 وندير لك ثمن قبل. لا لا
لا هاني غير ديه سيكون الوليدات ما كاين حتى شي مشكل حنا اللي كنتكلفوا بالميزان لا 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 كيصح حنا اللي مكلفين ما هانش سبحان الله الله ارتي حياتي كلها وانا كنحس ما يدخلش ريال ديال شي واحد اخر عندي اه سيدي اش غادي ندير لك 17 درهم لا شكرا اجي الحاج السلام عليكم اش شنو فيها الحاج شري اجي لا لا راه عندك هنايا 47 في 46 ياك انا غادي نبدل لك هاد التيكي وغندير لك التيكي بقل الثمن صافي صافي واخا انا غادي نصوب لك هانت شتي انا درت لك ديال 13 درهم ياك غادي باش ميبانوش 13 في 13 هاني دابا ربحتك عرفتي تقريبا قولي واحد 40 درهم كامله دابا يا ولا 30 درهم كامله في الواحد الميزان راه ديالنا وعندك تفرشي ليا تكوني هاني ولكن دبري على اخوك صافي كون هاني وري ليا دبري ليا شي حاجه ما عنديش انا صرفنا ولدي كاينه راه عاري ليا شي حاجه بعدا ها انت هاي حنا انا مربحك هنا راه 100 درهم هنايا يلا الله يعاونكم لالا اقتسمنا الصور مع اختصاصيين لمعرفة تحليلهم لهذا النوع من ردود الأفعال إنسان ملي تيدير هذا يكون عنده هذا الفعل ديال الغش ولا ديال الرشوه ولا تيجعل الاخرين يكون عندهم نفس السلوك ملي غادي ياخذ بالسياره ديالو ويمشي على مول الكراج وغادي يدير ليه دي بلاكيت دو فران موكولين ولا ما خدامين شاي ولا راه غادي يقتل راسو ويقتل العائله ديالو لانه هو غش في المكتب ديالو وهذاك مول الكراج غشو لانه ولات القاعده الاجتماعيه هو الغش اجي قربي عندي يا لالا اجي هانتي شوفي عندك هنا 21 درهم ياك وهنا عندك 30 درهم انا غادي نحيد لك هاد 30 درهم وهاد 21 درهم غندير لك غير 6 درهم ولا 5 درهم في التيكي سيري قول وفهمتي انا غندير لك هاد القضيه نحيد لك هاد نحيد لك هاد 30 درهم ونحيد لك هاد 21 درهم هادشي غيبقى بيني وبينك واخا هادشي راه حرام والميزان وفهمتي انا والميزان صعيب انا راه بغيت على قبل البنيته والوليدات سيري قولوا بالصحه والراحه واش فهمتي ما كاين حتى شي مشكل انا غنجيب لك التيكي ندير لك ها علاش اشلو اجي نقول لك اجي ها جيب هادي ما بغاتك ثلاث سكتي تصنتوا لي في الاول شنو بغا حيت حنا عرفناه ماشي ممكن كنتقداوش معنا داك السيد قال لينا هادي 21 درهم واخا 31 درهم بيردها لنا 5 درهم ولا 10 درهم قلنا ليه لا بطبيعه الحال لا ما قبلناش انا قلت له يلا باش نقول لهم في الاستقبال ولا في الاداره باش نقول لهم هذا الشيء اللي كاين واش هاد السيد بيتبلع علي بيتبسل علينا ولا قال لك الميزان ما يمكنش حنا نقبلوا المخره اكيد ما غاديش نقبلوها وحنا الكليان ديال ديما هنا لا ما بغيناش بدل التيكيت قال لي ما خلاوش ها هو التيكيت فعلا 21 درهم وهذا هو الثمن الاصلي شنو الحاجه اللي خلاتكم ما تقبلوش واش علاش الحرام دخلوا الديورنا حرام علينا لا لا ما نقبلوش ابدا لا كاينين الناس اللي قبلوا هذا العرض هذا لا ما نقبلوش حنايا ما لا ما نقبلوش الدين ديالنا ما قالش داكشي حرام دخلوا على ولادنا ناكلوا ولادنا قال لك حقا على قبلوا جوج ديال الوليدات قلت لي لا قلنا لي هي صاحبتي قالت لي لا انا قلت لقدرتش نظرك بحال هذه المسائل ما خصناش نقبلوهم على ريوسنا اكيد ما خصناش نقبلوهم على ريوسنا ما ندخلوا ما ناكلوش ولادنا الحرام تحيد لك 60 درهم وندير لك غير شي 10 ولا 15 درهم يعني خويا تشاوم ولدي تهم ولدك ها ولد انا كاع ما عندي معاه والو واش غندير له حرام ها بينو بيك زعما بان لك حرام هنا ولا ما حرمش غير 60 تيرا فرانك واش شادي لحم الخنزير لا ما خصناش واش ما خصناش اسمح لي وراه عيب سمعت عيب عيب ما يهمش عرفنا عيب وعرفنا حرام ولكن قلنا زعما نعاونوك ما كاين حتى شي مشكل والله يجبان خفنا ما بين الباش خدسن ديال الباش خدام اللي ومازال ما نعسش ياك نجي من هنا هنا باش دي فريسة الوليد ديال سوتا تصح شو بعد طلع عيب الله الغش كثر في العالم كامل ماشي غير في المغرب ولا في شي حاجه في العالم كامل ولات العولمة ولا النصب ولا الاحتيال ولا كل شيء سمعتيني انسى دابا كيقول راسي راسي علاش علاش في نظرك علاش ولينا بحال هكا هو الماديات وفي نظرك كيفاش خصنا نتعاملوا حنا امام حالات بحال هذه نرجعوا للتقاليد ديال زمان
نرجعوا للناس القدامى. شنو هي التقاليد ديال زمان؟ النية. النية والإخلاص. هادشي اللي كاين. الإخلاص في العمل. الإخلاص في العمل، النية في كلش. في العمل، في التعامل، في المعاملة، في أي حاجة. ماشي غير في البيع والشراء، في أي حاجة. السلام عليكم. 34 درهم و95، قول لي 35 درهم 700 ريال، 700 ريال درت لك فيها 260. في هذه الحالة اللي أثر انتباهنا ماشي قبول الزبونة بالعرض غير قانوني للجزار. شنو واش عندك؟ خليها. المثير هو أنها قدمت ليه مكافأة 20 درهم كتعادل داك الشيء اللي نقص ليها. هذه البلادة تامة وقلت العقل وقلت التفكير، زيادت على قلت الأخلاق كاين قلت العقل وكاين قلت التفكير. ما تيحممش لأنه ما تيكون عندهم بحال هذا السلوك، هذا السلوك الاجتماعي ديالو كلهم فاسد. مازال مستمرين مع موضوع الغش والاحتيال. الحالة الثانية كتوضع أشخاص عاديين أمام موقف نصب واضح. ياسين ممثل فاقد البصر كيخط تاكسي اللي كيسوقوه هشام واللي بدوره ممثل معنا. عند انتهاء الرحلة هشام تينصب على ياسين كيخذ له ورقة مالية ديال 200 درهم عوض 20 درهم. كل هذا كيدوز أمام أنظار زبناء في نفس التاكسي. لا حيت هادي فازقة طلعت واحد السيدة وفزقات أنا. صباح السلام. أوف عم رايح حوت. أييه ناري ولاش كتخليهم ولا هازا شي. إوا واش غادي نديرو ليها؟ راه بنادم ما كيفهمش. الصوت. أري بارك عليك غير مولاي يوسف. واخا صافي. حدا الصوفي. صافي. صافي. شحال أخويا؟ 16 درهم أخي. واخا 20 درهم هادياك. عشرين درهم. عشرين ياك؟ ايه عشرين درهم. شنو عشرين درهم؟ على منا كنكذبوا لك؟ لا ماشي قلت لك كتكذب. اه ميتين درهم. زال عشرين. شوف زيد انا حطك حدا التروطوار. يلا اشتري فال. ها عطاك تما. عطيه الصرف ديالك. عطينا الصرف ديالو. لا بس يودي 20 ستيل باب. ستيل باب شو مالك؟ ستيل باب الله يخليك. كيفاش تصرف؟ واش باغا تمشي؟ لا ولا كيعطي الصرف ديالو ما فكرتي نطلع شي فيه بحال ما كنمشي. عيب عليك. ها علاش عيب عليا؟ مالك واش تخليتي 200 درهم وقلتي لي 20 درهم؟ ثم انا هو لاق حتى هو تهدم عليها انت راه مدبر عليها. حرام مالك والله تحرام مالك. ما تخافوش الله. علاش نخاف والله؟ رزق جابو الله. مالك رزق جابو الله. لا إله إلا الله. صافي دابا ملي ما فرشتينيش هاي الفرصة ديالك على فابور طلعي عافاك الشيء. ما نشركش معاك أخوي في الجريمة. لا لا أخوي أنا معاك. واش من جريمة مالنا شنو درنا؟ والله حتى جريمة حرام عما مسكين بصير مالنا حنا نديرو لا بوكام زعما كاينة مقادة هانية. والله حتى حلال 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 فيه كيشوف بعينيه ودرتيها لي وصحيح هذا مسكين معطوب باش فين ما سديتي طلعتك. واصلا شنو الفرق ما بين واحد معطوب وواحد صحيح؟ شنو الفرق بيناتهم؟ هذا حرام في حرام. لا اصلا انت انتي فينا هو الحرام وفينا هو الحلال. هذا مرفوع عليه القلم. قلت لي راه ماشي راه ماشي 20 درهم راه 200 درهم وما داش بيا. خلي راه شي 50 درهم يلا نشارك. مرحبا هي الاولى. راه 50 درهم. عندك ستر فنزلو ستر نعطيك الباي ديالك. وانا قلت لي 20 درهم راه 20 درهم وبط. اجي عندك تما 150؟ لا ما عنديش. منين جاتني 150؟ هاك هاك كانت عندي كرة. ها يلا وصرفي وري ليها حقي. قلت لها اختي تقيس رزقي ما نديش غادي يعطيها لك. غادي يعطيها مال اللهم فيك انت. غيبقى واتم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. كليتو بحال المسكيني. السلام لاباس. مرحبا. كي دايره بخير؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ او كليت وكلت كل شيء حلال ماشي حرام. علاش كتهضروا؟
السيد طاحوا لي فلوس واحد النهار فواحد الكرسي هزيتهم. وهذاك السيد اللي نزل وعطى لهذا 200 درهم؟ اينا السيد العمال اللي نزل وعطى لهذا 200 درهم وهذا رد ليه غير الصرف ديال 20 درهم. عطاك شي 200 درهم وداك السيد العمال؟ ما شتيش؟ وانا كنت راكبه ما عرفتش شحال عطاك. عطاه 200 درهم. هاد السيد ممثل معانا. وهذاك السيد الاخر حتى هو ممثل. هاكا 200 درهم ديالك. هاكا 200 درهم ديالك. وهذا برنامج واش. كيفاش سجلتوني؟ هذا برنامج واش حنا هما حنا سجلناك. صح قلت لي رد لي فلوس وما بغاش. انا بغيت غير نسولك. ديال موليش؟ لا انا بغيت غير نسولك يعني. حرام عليك على الله. حليتي الباب ووقفتي وقلتي لي اش كدير رد للسيد فلوس وحشومة عليك وهذا ولكن. ولكن من بعد ملي دزتي صافي بحال قلت هذا غنوصل معاه لشي حاجه غيقول لي ماشي شغلنا السيد. واش هذا هو الجهد ديال التدخل ديالك؟ الجهد ديال عاديه يلاه الجهد ديال انت اللي قولي لي زعما شنو باغي ناخذ ديك 200 درهم ونزل ونخليه السيد ياك ونخليهاش ليه ونكذب عليك ياك دار فالطه. اللهم فيك انت يا ماشي فيا انا الحرام ما كنبغيهاش كنش غندير ما عند الواحد ما يدير زعما هذا هو الجهد ما كانش خصك زعما توقفي وتقولي لي لا شنق عليه شكون علاش يجيو البوليس شنو غنقول لي فين هو السيد اللي عطى الفلوس. اه فعلا إيه؟ دوك انتي فكرتي بحال هكا. اه فكرت بحال هكا. اسمح لي راه قربتي ياك. اييه واخا خويا الله يرحم الوالدين. شحال عندي اخويا؟ عندك اخويا 16 درهم. 16 ياك. هاك اخويا هيا 20 هادي ياك. اه 20 درهم. 20 ياك. اييه واخا هاكا شريف. بسم الله الله يرحم الوالدين. لا تي نزلك. اها ما الحرام سمح لي نقول لك. لا 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 ما كاينش حرام. حيت الحرام راه هو شحال راجل بصير قال لك 20 درهم هو عطيك 200 درهم خديتي الحرام وانت عارفها ما 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 غاديش ما غاديش يبارك لك الله فيها. لا عندك في شي حاجات الحلال مشات لك معلم. انا نقول لك من هنا ديتي الحرام. انت منين جاتو الحرام الله يهديك؟ لا هو راجل بصير صاحبي يطمع في الله واحد بصير لا مصيبه هذه. واخا سيدي حنا نحللوها كاع الكورصه ديالك على حسابي. لا 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 خلص ديالي ما انا ما بغيتش ناخذ من داكشي اخويا هذاك ما تحلل مشيتي فيها معلم لان هذاك السيد بصير بخافية نكذب عليك ولا الساعه صاحبي كان هاك توقفني. انت نشوف الناس كيفاش تتعامل شنو واخا كنتعاملوا الشيطان كيحضر انا ديك الوقيته غرني الشيطان انت كاع خديتيها انت خسرتيها فيما تعقلت عليها ولكن غتبقى ديما الضمير ديالك تيأنبك عقل على فين قلت لك ديما غادي يأنبك الضمير ديالك لان راجل بصير خديتي ليه 20 200 درهم راه ما ساهلاش ماشي هي 5 درهم ولا 10 درهم 200 درهم الناس تخدم فيها 3 ايام الحل اللي عندك تجيب الدورة وتمشي تشوف لا لقيتيه عطيه رزقه. انا اخويا حياتي اش فيها؟ غدا غدا نموتو ما ينفعنا حتى حاجه غنخلصوا داك الشيء وهي تخلصوا بداك الشيء باش بغاه هو ماشي بهذيك 200 باش بغاه هو داك السيد. دا ما سمحش لك والله ما عندكش وديك الساعه ما تيسمحش لحد الواحد لان تنكونوا محتاجين الحسنات ديك الساعه وبعمله صعبه فينايا الله يغفر لينا صافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. صافا سيدي بخير كلشي بخير. بغيت نقول لك بأنه راه حنا في برنامج واش حنا هما حنا. حنا هما حنا. تبعنا معاك الحالة كلها من الأول. أنا ضرني خاطري ما قلتوش نهضر واش ما نهضرش ولكن شفتو هكاك في الأخر ما قدرتش نسكت. نعم. هذا هو اللي كاين.
شوف هادشي كلشي اللي قلتي زوين هو انك انت ما قبلتيش على راسك وقلتي لي بانه هذاك الشيء راه حرام وبانه حشومه ترزي السيد 200 درهم ودفعتي بشكل كبير، ولكن الحاجه اللي ربما جاتني شخصيا ماشي هي هذيك، هي انك ما تدخلتيش في الوقت اللي مناسب. نعم علاش في نظرك؟ كان خصني في البلاصه نقول لي رد لبلاصتي. نعم دور معقول. نعم هذه غلطه انا درتها مشارك فيها من مورا منزل السيد. قلتي ليه هذه جريمه؟ اه جريمه، لان الحل الوحيد هو انك تضرب الدوره دغيا وتطلب الله تلقى قلب على السيد. هذا هو اللي تقدر دير، تطلب الله سينو راكي غتخلصها بداك العمله اللي بغى هذاك السيد في الوقت اللي ما غينفعك لا فلوس لا والو. امام حاله بحال هذه يا سيدي، شنو في نظرك الطريقه السليمه باش نتعاملوا باش ندخلوا؟ كيفاش خصنا نديروا؟ الطريقه السليمه وهذاك في البلاصه كي شتا كان خصني نقول لي حبس قدام السيد، عطاك السيد 200 درهم رد دار السيد الصرف ديالو في البلاصه. نعم. نعم ما تخل باش الاخر حتى هو ما يضيعش في رزقه. باب جديد تتعرفوا. المهم حنا غاديين تنعاد لي غير على قبل السيد وصافي باش ما نبعدوش. سير عاد. بازارات ياك مولاي؟ اي يا خويا. اه راه قلت لك فاش طلعت. واش كاين شي اشكال؟ لا ما كاين لا اشكال لا والو. حيت وصلت هذاك الشيء علاش؟ قربنا. لا وصلنا. وصلنا كاع. شحال اخويا؟ 16 درهم اخي. واخا هاك اخويا 20 هادي ياك؟ عشرين. 20 درهم. وياه. 20 درهم 20 درهم. واخا. هبط اشتري هبط. الله هاد العشرين ألف فرانك بخير. الصباح هذا طالع يضحك. حشومة صاحبي. اش من حشومة الله يهديك. ها؟ السيد قال 20 ألف فرانك 20 درهم باش راه أنا 20 درهم. جاب ربي هاد العشرين ألف فرانك وصديقك على حسابي يا خونا. لا نخلص كاع شي. لا ما تخلصنيش. نخلص كاع صاحبي. حضرتي معايا في الفيلم؟ لا ما حضرتش معاك أنا. ما درتي حتى شي حاجه اللي ما هياش الكورصه ديالك، ما فرشتينيش الكورصه ديالك على حسابي. راه خايب عليك اصاحبي بحال هكاك. انا نقول لك بنادم ياكل ديالو حسن ليه، ما جابش الله اليوم غادي يجيب الله غدا. تافق معايا ولا لا؟ اجي انت هي تاخذها ولا ما تاخذهاش؟ والله ما ناخذها، خصوص مسكين هذا مسكين ما تيشوفش. وانت هو راه كيدبر عليها فابور، تما كتسحبو وجري عليها منين اصاحبي ياكل؟ اشغلوا هذاك الشيء يدبر على فابور ولا يدبر على هذاك الشيء، فهمتيني ولا لا؟ ورزق شي فشي حلال. واش ديك رزق فشي فشي سهل فيها الله. تي راه بالصباحونا كندور بحال الحمق ما دبرتش عليك. المهم انت كون عطيتي السيد ديالو تقدر تلقى شي 2000 درهم حلال. طيب انا وقعت لي القضيه هذه، نقول لك انا هذه راه بحال خبيره. انا راه 70 عام وانا تناكل الحرام، ولكن ما باركش يا الله تناكل دابا الحلال دابا بخير ولا خير. كنت نصور 700 درهم في النهار 800 درهم في النهار، فهمتيني ولا لا؟ يوميا. اها فهمتيني ولا لا؟ تيطير هذاك الشيء وحق لا اله الا الله بارك عليك. والله العظيم اصاحبي لا تيطير هذاك الشيء. انا نقول لك اللي كاين. سير سير الله يسترك ديالك صافي. لا خذ. لا 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 ما غاديش. خلاص اصاحبي الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. السلام عليكم. شوف صباح الخير بخير. لا حداك هذا برنامج واش حنا هما حنا ردينا البال واحد القضيه، وانه انت ماشي اول واحد تقريبا اللي شارك معنا في هذه الحاله هذه، ولكن بزاف ديال الناس اللي ما تيدخلوش في اللحظه نيت كيخليو حتى كيمشي السيد عاد باش كيبداو ينبهم الطاكسي ويوعيوه ويقولوا لي علاش ما دخلتيش في نفس الوقت؟ ما نقدرش ما نكذبش عليك ما نقدرش. راه انت في ديالك شي على غفله راه تقدر انت تما فهمتيني ما تدخلش. نعم. فهمتي انت تشوف كيفاش لاكسيون غادي توقع. نعم. والسيد هو مشى السيد هو مشى وعادي. كيفاش في نظرك خصنا ندخلوا امام حاله بحال هكا؟
هو كاين خاص يكون تدخل، اما الا كان انت داكشي على غفله بحال هكا راه ما تقدرش تدخل، تقول داكشي تخليه منو الله اللي خلقه. ياك داكشي اللي واش في نظرك مثلا الا خليناه منو الله واش هاد القضيه زعما غادي تردعو هو باش ما يعاودش يديرها؟ المهم الكلام اللي قلت ليه راه كفايه، الكلام اللي الا سمع الا تصنتوا الهضره اللي قلت ليه راه فهمتيني راه كفايه. عطيتينا مثال حي ديال القصه ديالك ديال الحاجه اللي عشتيها انت. في نظرك هاد الطريق ما كتوصلش؟ ما تتوصلش ياك. ما تتوصلش حيت الحرام ما يوصل حتى شي بلاصه ديال حنا المغاربه بحال هكا. حنا المغاربه بحال هكا يعني ما سوقناش. ماشي ما سوقناش، ها هو تيخليه هو يتحمل المسؤوليه ديال ور نفسه فهمتيني. كل واحد راه كاين بزاف اللي خايبين وبزاف اللي زوين يعني ما سوقناش. ماشي ما سوقناش، ماشي ما نقولوش ما سوقناش، ها هي كل واحد كيفاش يتصرف. نعم راجل بصير قالك 20 درهم هو عطيك 200 درهم. ردات الفعل كلها متشابهه. المتدخلين ما تقبلوش عمليه النصب ولكن ما تدخلوش لحمايه الزبون فاقد البصر. وتخليتي 200 درهم وقلتي لي 20 درهم من اول حتى هو خدم عليها. اقتسمنا الصور مع اختصاصيين لمعرفه تحليلهم لهذا النوع من ردود الافعال. خاب الله رزق جاب الله ما كاين واحد العدد ديال الجمال تنسمعوهم في دهن السير يسير وكل وكال وهذاك مجباد وطلع بهم وكذا الى اخره. هذا فكر خاطئ وفكر يعني ضد المصلحه العامه والمصلحه ديال اي شخص، لانهم تنهضروا على المصلحه العامه العموم راه مديور بافراد انا وانت والاخر 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 والاخر. الى ضرينا العامه راه ضرينا الخاصه. يعني الطيبوبه تتعادي والسلوك الخيب المستخطي عادي حتى هو. اذا كل ما دار الانسان سلوك طيب راه تيوزعو على الاخرين، وكل ما دار سلوك مسخ راه تيعادي الاخرين به كمرض اجتماعي. قال شريف انت وصلت يا مولاي؟ ياك اخويا. الله يحفظك. شحال اخويا عندي؟ خويا عندك 16 درهم اخي. ياك 20 درهم هادي ياك؟ ها 20 درهم. 20 درهم هادي متاكد مع كانوا عندي بزاف الفلوس. لا 20 درهم هادي يا شريف. لا يا سيدي نسلوك. انت شريف والله الا مرزاق انت راه من الصباح وانا كندور بلي جاب الله هاد 200 درهم كورصه ديالك وما فرشتينيش كورصه ديالك على حسابي. بني هاني الله يهديك. انا فاش خديت هذيك ال 200 درهم وانت راه هادي راه شفتو مسكين انت مالو قال لك عندي بزاف الفلوس عاود فيها شي واحد راه يخليه حداه. لا ملي شتيني خديت هذيك ال 200 درهم وما قلتي والو في الاول راه خلعتيني في خبارك. لا ما واش اديش غادي نقول لك الله يهديك. لا ولكن واحد السؤال زعما صراحه صراحه ما ديرش مني قلت الصواب. اييه كنتي انت شيفور ديال الطاكسي والو كان اللي عاودتي ليا. وما عندي ما ندير ما تعقلش عليك. قال لي 20 درهم راه نرجع لي 16 درهم راه نعطي 4 ديالو. صحيح مريض دابا عنده بس كذب عليك. ونقول لك صراحه وما عندي شي غادي ندير. يا ورا بصراحه انت ما عندك روسيطه هنا انت فين يا روسيطه؟ لا خلصها شي واحد تنهضروا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا سقراط. مرحبا. الله يحفظك. اهلا مرحبا كلشي بخير هاني الامور. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يحفظك.
موجودين لينا هذا السبت هذه شكون كاين؟ لا ماشي هذا السبت مي دابا انا موجد لك شي حاجه دابا شاركتي فيها انت نيت. هذا الشيء كنصوروا حنا برنامج سميتو واش حنا هما حنا، وهاد لا سيتوياسيون كلها اللي شفتي هي مفتعله ماشي حقيقيه. الهدف هو اننا نشوفوا رده الفعل ديال الناس امام حاله بحال هذه. وسيدريس ممثل معنا، والسيد اللي كان راكب معاه حتى هو ممثل معنا. يعني شفتي بانه عطاه 200 درهم ومول الطاكسي نصب على السيد. وحاله ما عجبكش الحال؟ واش غادي نقول لك؟ ما عجبنيش انا. نعم جو سوي كونتر. كونتر شنو؟ لوجيست خايب. نعم بصراحه. وكيفاش في نظرك خصنا ندخلو في حاله بحال هذه؟ مثلا انا شفنا حاله بحال هذه ما عجبتناش، كيفاش خصنا نديرو باش ندخلو؟ نوقفها سير بلاصه، نوقفها في البلاصه. وبكل صراحه نهضر واقعي. ولكن علاش ما وقفتيهاش؟ قلتي لي خصنا نوقفها بصراحه، وانت ما درتيش هذا الشيء اللي قلتي لي دابا. مزال خصنا غير نوصل. خصني نوصل اخويا. يعني انت طحتي في واحد الظرفيه ربما اللي الظرفيه خصني نمشي وخصني نرجع. ولا نفرض انه ما كانش هذا الظرف اللي خلاك مبرز. لا والو، نقول لك صراحه ماشي زعما حيت زعما نقول اقسم بالله فكر سير بلاصتك تنقول لها رد لي الصرف ديالي راه 200 درهم بعايله وقفني شي واحد راه دوسون لا ما نديرهاش. انا ريال ديال الحرام راه قال لي نقسم معاك. قلت لي الله يعاوني يعاونك. المثال اللي عشنا معاك هو مثال ديال انه ربما الا عندك شي حاجه ديالك غتفضل انك تسبق راسك على الاخر. واش حنا دايرين بحال هكا؟ لا يعني كنسبقوا ريوسنا على الاخرين. كندوي على راسي يعني. نعم نقول لك من هنا جيك من الاخر، الحرام لا يدوم واذا دام دمر. هذا حالي ما ناكلش ديال شي واحد من لا. شوف حنا هذه القضيه فهمناها وشفناها بانك انت ما قبلتيش على راسك الحرام، ولكن قبلتي على اساس انه هو ياخذ الحرام. شغل واحد المثال كل شات من رجلها معلقه. ما هذا مثال تنتداولو. نعم لا انا ما ناخذش. بسم الله ما نستحوش. ازدح معاك راحت طالع مطالع. بقاش تشوق عليا؟ وقفت شويه خرجت فيها قبيله من الله الليل كامل. ايوا الحمد لله. حيدنا من الطريقة. انزل من هنا. صافي اشري فرن هنا. انزل من هنا. صافي. شحال اخويا؟ 16 درهم اشري. ياك. بسم الله اخويا 20 هادي ياك. 20 متأكد؟ 20 يا شريف زيد. الباب مزيان. واش عطاك 20000 فرانك ولا 20 درهم؟ اوه ها؟ والصراحة عطاني 20000 فرانك. ايوا شو مالك؟ ها؟ رجع لي الصرف ديالك. عشت اخبارك من 6 الصباح ولا كيفاش؟ لا شو مالك؟ والله ما يخرجك ربي سالمه بالله. انا نقولها لك انا بعدا المهم اللهم اني هذا منكر. شو مالك؟ انا سامعني كتقول له 20000 فرانك. 20 درهم؟ لا تلقى الله. نزلني اخويا نزلني الله يحفظك. تقلبوني وانت غادي تمشي لي نزلني. نزلني اخويا نزلني. صافي خليك هذه على حسابي. وجا الله غتسنى والله ما شفت ما عندك شي ريال. وغتسنى يا شريف اخويا نزل الله يسهل. بغيت نزل بحالي. غتسنى ما قلنا لك والو. تسنى حنا غنتفاهموا ونهضروا على راسنا. غنتفاهموا والو غنهضروا غير بالعقل. الله يرحم لك هنا راه ما نقدرش. غنتسنى ما تعصب ما والو. الله يرحم لك الوالدين الله يسهل عليك انت. الله ما عجبنيش الحال ما غاديش نجلس. نفوت على الفروج. اصاحبي اش بقاش حاصل فيه وانت معايا خويا؟ الظروف اللي كتخلينا نديرو بحال هكا كذب عليك. اسمح لي والله ما ظروف بالله. ربي راه كيخلف كل شيء صاحبي الله يهديك اخويا. سهل عليك ربي فشي حاجه احسن من هذيك. كون هذاك السيد راه عيتي له ذاك المحشومه صاحبي اللي تاع عار. صافي والله صافي غاسير. اشتري ما تخلص. صافي غاسير الله يعاونك. صافي اشتري. صافي
الكوسه ديالك ما كاملاش الله يعاونك. لاباس عليك؟ لاباس عليك تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. حنا في برنامج واش حنا هما حنا وهاد لا سيتياسيون كلها اللي شفتي هي سيتياسيون مفتعله ماشي حقيقيه. السيد اللي نزل اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه معنا السيد مول الطاكسي ممثل معنا الهدف اننا نشوفوا رده الفعل ديالك. حشومه عار وعيب بهادشي هذا زعما الا كان دايرها واش غير تمثيل هذا؟ هادشي غير تمثيل. انت ما عجبكش الحال؟ بزاف انا زعما حشمت ما كنت غنوصل معايا شي حاجه خايبه ولكن اوريزمون انه تمثيل زعما والله الا شنو اللي خلاك تقول ليه نزلني هنا ما نكملش معك؟ حيت غادي نمشي نتعصب ندير شي رده فعل خايبه عاوتاني ونصدق انا ما باغيش نتصرف تصرف اللي ما كيعطينيش الحق اني ندير شي حاجه ماشي هيك. نعم مي انا تصرفت بداك الشيء اللي قال لي ضميري. واحد الوقيته اقترح عليك انه الكورسا فابور ويقدر نزلنيش من الكورسا فابور شنو هذا بسالي؟ نعم. هذا الحماقه هذا ما كذبش عليك شتي راه كنت نازل انا واش كنت تهضروا معايا كنت غنقول لكم واحد السيده كيفاش ما يسحبليش. نعم. واش نتوما دايرين هذا البرنامج هذا بزاف الناس اللي ربما حاجه اخرى كنت باغي ناخذ الرقم ديالو ونعلم به عاوتاني كنقول راه ظروف ديالو يمكن جعلته يدير هذا الشيء ولكن ماشي كاع ماشي مبرر واخا دابا متاكد انه غير كتصوروا هذا الشيء ومازال مشوكي مازال كنقول كيفاش واش باقي والزعماء عندنا بحال هذا الشكل هنا ما واحد من المجالات اللي عانت سنوات طويله من اثار الغش الرياضه. ظاهره تعاطي المنشطات سبت فضائح كثيره وساهمت في تدمير ابطال كبار او واعدين. الحديث في هذا الموضوع تلاقينا مع اسطوره حيه لالعاب القوى البطل العالمي سعيد عويطه. سي سعيد شكرا على قبول انك تشارك معنا في برنامج واش حنا وما حنا. فرحانين بزاف اللي معنا اسطوره ديال العاب القوى المغربيه والرياضه المغربيه. شكرا سي هشام. سي سعيد الموضوع ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم هو الغش بمختلف انواعه. واش كاين عندنا الغش في الرياضه؟ اوف كاين كثير الغش في الرياضه بطبيعه الحال. فليس عندنا في الرياضه فقط في الرياضه المغربيه بل الغش كاين في جميع الرياضات في العالم باسره. الابطال اللي ما كيغشوش مثلا كيدربوا ممتازين كيقضيو ايام في معسكرات تدريبيه كيضحيو بكل ما عندهم حتى يوصلوا لهدف. ولكن الغشاش ماذا يفعل؟ يريد ان يكون مثل هذا البطل. نعم. باي طريقه. هادشي ما كانش في الوقت ديالكم سي سعيد؟ مع كل اسف لا، ولكن اصبحت الان كثيره ولكن ليست نقول دائما ليس في المغرب فقط ولكن في كثير من الدول. ولكن الحمد لله سي هشام باش نقول لك معك صريح عانينا من الغش من التسعينات من اواخر التسعينات حتى الان. ولكن الحمد لله الان سواء لا وزاره الشباب والرياضه لا اللجنه الاولمبيه لا جامعه العاب القوى حاربوا كثير الغشاشين. لا زالوا البعض كيغشوا ولكن ما بقاوش كيف كانوا في السابق لان هذه المؤسسات عملوا عمل رائع جدا واصبحنا الان الحمد لله بعيدين على كثير من الدول اللي لا زالت تعاني من الغش. شنو ممكن سي سعيد نقولوا للشباب او ليزاتليت الابطال اللي ممكن انهم باستطاعتهم يتفادوا الدوباج او الغش؟ الغش ما يديكش بعيد، غيديك فقط باش تشارك في واحد اللقاء والناس غادي يعرفوك بان ممكن تعمل رقم قوي جدا ولكن من بعد ما غتجيب بطولات مهمه ما تعملش هذا الرقم لان غتكون المراقبه قاسيه وصعبه فلهذا ستفضح. كاينين بعض الابطال ربما اللي كيقولوا بانه في هذا الزمان ولا كل شيء كيدير الدوباج دونك حتى انا ممكن ندير الدوباج ما تعتبروش هذه المساله غش. هذا فكر الناس الفاشلين الناس الذين يريدون ان يخربون هذه اللعبه. نعم. سواء على قوه ولا رياضات اخرى. نعم. لانهم هما ليس رجال بمعنى الكلمه ويقولون للرياضيين الكل يتعاطى المنشطات. لا عفوا ليس الكل. لو كنت انا لي قوه هذا علي ان يسجن لان يدمر هذه اللعبه العاب القوه اللي هي صوره المغرب في الاولمبياد. واحد الكلمه كتعاودها بزاف عاودتيها في هذا الحوار بزاف هو الواحد خصو يكون راجل. على ما يبدو رسالتي واضحة عندما إنسان عليه أن يكون رجل بمعنى أن يتحمل التدريب ولا يغش لأن الغش ليس لا في مصلحته ولا في مصلحة
اسم المغرب او صوره المغرب، لانه معروف في العاب القوى اولمبيا، وكما قلت لك حنا حبينا يكون الكثير من الابطال يمثلوا المغرب كما مثلناهم نحن في السابق في العاب اولمبيه، وجبنا ميداليات بدون غش بالتدريب، على ان يكون رجل وان يتحمل التدريب. الرياضه الان تحتاج الى بطل حقيقي. نعم، ونحن نحتاج الى بطل حقيقي. كيفاش ممكن نلقاو هذا البطل؟ كيفاش ممكن نطلعوا بطل حقيقي؟ المراقبه، المراقبه الشديده، ومحاربه الناس الذين يحرضون هاد الرياضيين لتعاطي المنشطات. هما معروفين، لان خصنا نعرفوا بان شيء واحد اخر، لان تقريبا الناس اللي كيتعاطوا المنشطات او اللي تعاطوا المنشطات كثير فيهم، سواء لا في امريكا ولا في روسيا ولا في عده دول، راه كلهم مرض. نعم، عندهم امراض خطيره ومخبين، حتى كتسمع فلان مشى فلان مشى فلان مشى. نعم، شكرا لك سي سعيد. شكرا على وجهك، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الصراع ما بين الغش والمعقول صراع أبدي، هو صراع ما بين الحاجة والضمير الحي، ما بين الحلال والحرام، بين الماديات والأخلاق اللي تربينا عليها. الهدف ما نحكمه على التوهم، ولكن نجاوبه على السؤال، ولا تحطينا في نفس الموقف، كيفاش كنا غنتصرفوا؟